حياكم الله متابعينا الكرام، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. اليوم بهذه الذكرى الأنيمة يتم وضع الوشاح الخاص الأسود بذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام على ضريح الإمامين الجوادين عليهم السلام، الذي صنع وخيط بأنامل خدام الإمامين الجوادين عليهم السلام في وحدة الخياطة، والذي يحمل أسماء أهل البيت عليهم السلام وعبارات وشعارات تخص الإمام الباقر عليه السلام بذكرى استشهاده الأنيمة التي ألمت قلب محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الأشرار. فعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المصيبة الحزينة.